إذا جاءت المرأة العادة الشهرية أثناء الإحرام وقد أحرمت من الميقات، فهل يجوز أن تقدم السعي ثم تطوف وتقص شعرها أم يشترط الترتيب؟ يعني تلعب بالعمرة ما يجوز هذا، تصبر لما تطهر، فإذا طهرت تغتسل ثم تطوف ثم تسعى ثم تقصر، هذه صفة العمرة، أما أنها تقدم وتوخر هذا لا يجوز. نعم.